وقتما مشاهدينا الكرام، حياكم الله. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يصل جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب مدينة حرض ويكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الميليشيات في حجور بحجة، ومقاومة الحشا في الضالع تفشل تسلل الميليشيات. حياكم الله إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مطار شرم الشيخ الدولي للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى. وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة رئيسة بعثة الشرف المرافقة الدكتورة ياسمين فؤاد. وعقب مراسيم الاستقبال الرسمية، عقد فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء المصري لقاء ثنائيا في صالة تشريفات المطار. تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وجدول أعمال اجتماعات القمة والتطلعات المعقودة عليها في تتمين العلاقات العربية الأوروبية. وتسعى القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها في مدينة شرم الشيخ يوم غدا الأحد لفتح آفاق في علاقات الجانبين باعتبارها اللقاء الأول والتاريخي الذي يجمع قادة دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يناقش فخامة الرئيس مع القادة العرب والأوروبيين العلاقات على مستوى أثري ومستقبل العلاقات العربية الأوروبية لمواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة والعالم في جوانبها الأمنية والاقتصادية والإرهاب والتدخلات الخارجية. رفق فخامة الرئيس وزير الخارجية خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي. نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد صالح بالعيد المرقشي الذي استشهد وهو يخوض معركة استعادة الدولة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الرزمات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن الشهيد العميد المرقشي كان من أصحاب المواقف الوطنية النبيلة، وكان له أدوار بطولية بارزة في الجيش الوطني سطرها في ميادين العزة والشرف. وعبر البيان عن التعازي وعميق المواساة لأسرة الشهيد وكل منتسبي الجيش الوطني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش سفير اليمن لدى فرنسا دكتور رياض ياسين عبد الله مع سفير فرنسا للبيئة يان ويرلينج ترتيبات الجارية لمشاركة بلادنا في عدد من المؤتمرات الدولية لحماية البيئة والتنوع البيئي في باريس. وأشاد السفير رياض ياسين بجهود فرنسا في مجال حماية البيئة وسياساتها الرامية إلى حشد الدعم الدولي في هذا المجال، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن لم تدمر فقط الدولة ومكتسباتها، ولكن تمارس أبشع الجرائم بحق الإنسان اليمني وطبيعتها وتراثه وحضارته، وتقوم بزراعة الألغام البحرية والبرية متجردة من كل القيم الإنسانية وضاربة بكل الأعراف والقوانين الدولية لحماية الإنسان والطبيعة عرض الحائط. من جانبه عبر سفير يان ويرلينج عن شكره وتقديره لتجاوب وتفاعل سفير اليمن لدى فرنسا ودعمه ومشاركته في التحضيرات الجارية لهذه المؤتمرات المهمة. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن حفل تأبيني لشهيد المناضل اللواء محمد صالح طماح رئيس دائرة الاستخبارات والاستطلاع الذي استشهد متأثرا بجراحه الذي تعرض لها في تفجير الإرهابي والذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية في العرض العسكري بقاعدة العند الشهر الماضي. مزيد من التفاصيل في تقرير انتصار عبد الجليل. أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حفل تأبين الشهيد المناضل اللواء محمد صالح طماح رئيس دائرة الاستخبارات والاستطلاع الذي استشهد متأثرا بجراحه الذي تعرض في التفجير الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية في العرض العسكري بقاعدة العنادة الشهر الماضي.
وفي الحفل ألقى الأستاذ علي هيثم الغريب وزير العاد كلمة نقل فيها تعازي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه. اليوم نودع آخر الوداع، ولكنه ما زال في قلوبنا، ونعاهده أن النهج الذي صار عليه سيظل هو المحرك الأساسي لكل رفاقه. وقبل هذا نرفع عليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي. أخواني الأعزاء، نحن لن نشرح عن طماح، لأن الذين في القاعة يعرفون، وهما زملائه وأصدقائه. جمعتهم مراحل صعبة، وجمعهم نهج وطني رفيع. كان طماح يتحلى بالثقافة الجامعة، وكان دائما يسعى للتسامح والتصالح. كلمة جد الدفاع وهيئة رئيس هذه الأركان ألقاها نيابة عنهم اللواء ناصر برويس رئيس هيئة العمليات، أكد أن وفاة المناضل الشهيد طماح كان من أبرز هامات الوطن الذي قدم حياته فداء للوطن. نفتخر ونعتز بأن هذا الشهيد البطل كان من أحد مؤسسيه في بداية انخراطه في القوات المسلحة بعد أن أنهى الدراسة في الكلية العسكرية. كل ما قيل في حق الأخ المناضل الشهيد البطل اللواء محمد صالح طماح، سواء كان من قبل الإعداد والتحضير في اللجنة التحضيرية، أو كلمة معالي الأخ الوزير، أو كل من سبقوني في من تحدثوا، حقيقة يعني كلام ممتاز جدا ورائع. كلمة أستاذ الفقيد ألقاها نجلو صالح طماح الذي عبر عن صدمته لوفاة والده، وشكر كل من قدم واجب العزاء والمواساة. أيها الأخوة الحاضرون جميعا، نثق إن دم الشهيد طماح والزنداني وكوكبة الشهداء في منصة قاعدة العنب لن ينهب هدرا، ويجب كسر شوكة الميليشيات الحوثية ومنعها من تحقيق أي انتصار عسكري أو سياسي، وعدم التساهل تجاه ما تقوم به من اختراقات وانتهاكات وأنشطة تستهدف الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. رئيس اللجنة التحضيرية للحفل العميد ركن فتغرامة مدير دائرة الأشغال العسكرية أكد أن الرحلة الشخصية الوطنية اللواء محمد صالح طماح كان له أثرا كبيرا في نفوس محبيه، وكان منبرا للشجاعة طوال فترة حياته الزاخرة بالعطاء والإنجازات بعد دحر ميليشيات الحوثية الإرهابية من عدن وباقي المحافظات، مؤكدا أن الوطن فقد باستشهاد طماح أبرز هاماته في ظرف استثنائي. وفي الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض فيه كل إنجازات والمآثر التي قام به الفقيد، وأصبحت تذكر على لسان محبيه وذويه وكل من كانت تربطهم علاقة طيبة وإنسانية. وكذا قدم في الحفل قصص شعرية معبرة عن مآثر الشهيد ونضاله. حضر هذا الحفل اللواء ناصر الأخشع نائب وزير الداخلية، والأستاذ محمد ناصر الشادلي وكيل أول لمحافظة عدن، وعدد من قيادة الدول العسكرية، وجم غفير من محبيه. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة مقطع عدن. عقد رئيس هيئة الأركان العام الفريق الركن عبد الله النخعي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري الضالع وإب. وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال تحرير المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وخلال الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بعدن ومحافظو إب واللواء الركن عبد الوهاب الوائلي والضالع اللواء الركن علي مقبل، أشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في جبهتي دمت والحشا في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية. وخلال الاجتماع تطرق قائد المنطقة وقائد محوري الضالع وإب إلى الموقف العام والتطورات الجارية على مسرح العمليات. وأكد رئيس الأركان على المضي قدما في استكمال التحرير وإنهاء الانقلاب، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة.
وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن تحرير محافظتي إب والضالع وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة، لافتا إلى أن النصر الكبير سيكون في الاحتفال بتحرير العاصمة صنعاء ورفع العلم الجمهوري على سفح جبال مران. على صعيد التحركات الميدانية، وصلت ميليشيات الحوثي قصف منازل المواطنين والأحياء السكنية في منطقة المسنة بمديرية الحال بمحافظة الحديدة بمختلف القذائف، قذائف الهون والهاوزر، وأسفر القصف عن تدمير منزل أحد المواطنين، حيث قصفت ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي بقذائف الهون والأسلحة المتوسطة والثقيلة، خلفت أضرارا بالغة بالمنزل والمنازل المجاورة له، وتسبب قصف المنزل بنزوح الأسرة من منزلها هربا من القصف العشوائي الذي قامت به ميليشيات الحوثي لنجاة حياتهم منهم. وتواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة الأممية بقصف منازل المواطنين، وجعلت المدن والقرى والأحياء السكنية أهدافا لقذائفها الإجرامية والوحشية. حررت قوات الجيش الوطني تبتي سيان والسوداء غرب مدينة حرض بمحافظة حجة، وأكد مصدر عسكري أن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني، فيما فر آخرون باتجاه المدينة، ونفذ طيران التحالف غارتين جويتين على مواقع الميليشيات قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل الجيش الوطني. وتخوض قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبا وأطراف مستبأ شرقا إلى غربي حرض شرقا. لمحافظة مأرب الدكتور عبد ربه علي مفتاح مشروع توزيع المواد اللواءية للنازحين هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ بتمويل من الصندوق الإنساني في اليمن وتنفيذ جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، ويستهدف المشروع 500 أسرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه المساعدات الإنسانية من المجلس الدنماركي لدعم النازحين في هذه الظروف الاستثنائية. أكد وكيل المحافظة بأن هذه المساعدات الإنسانية سوف تسهم في التخفيف من معاناة النازحين هنا في محافظة مأرب ومن مختلف محافظة الجمهورية، وأكد على أهمية ودور المنظمات الإنسانية في دعم النازحين. قشنا اليوم 500 حالا 500 أسرة من المواد اللوائية للنازحين في عاصمة محافظة مأرب والمتضررين الذين تضرروا من الحرب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تحمل أي ذم. هذه اليوم المعونة مقدمة من المجلس الدنماركي للاجئين تنفيذ جمعية الإصلاح. إن اليوم ما نشاهده اليوم من ازدياد حالة النزوح إلى محافظة مأرب يتطلب من كل المنظمات المحلية والدولية أن تقوم بواجبها الذي يتطلب للأخوة ضيوفنا الأعزاء في محافظة مأرب، هؤلاء النازحين الذين شردتهم حرب الميليشيا الإنقلابية من منازلهم. القائمين على تنفيذ المشروع الإنساني لتوزيع المواد اللوائية أشادوا بهذه الخطوة للمجلس الدنماركي لدعم النازحين خاصة في محافظة مأرب التي تشهد كثافة نزوح من مختلف محافظات الجمهورية. ندشن هذا اليوم مشروع المساعدات الغير غذائية، مشروع المساعدات المواد اللوائية المقدمة من المجلس الدنماركي للاجئين. هذه المساعدات تمت بناء على المسح الذي تنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالتعاون مع الصندوق الإنساني اليمني، فلهم كل الشكر والتقدير الإخوة في المجلس الدنماركي للاجئين وكذلك الصندوق الإنساني اليمن، وكذلك الشكر والتقدير للإخوة في السلطة المحلية على تعاونهم معنا. المساعدات والمعونات الغذائية والإيوائية تمثل أهم السمات الإنسانية لدى الفرد والمجتمع خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. تواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف تحركات وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة. وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات على تعزيزات الميليشيات في كل من مناطق حجور،
وأضافت المصادر أن الغارات طالت اجتماعا للميليشيات في مديرية قارة أسفرت عن مقتل قيادات حوثية كبيرة. وبحسب المصادر حقق سلاح الجو التابع للتحالف أهدافا عدة دمرت القوة الكبيرة للميليشيات واستنزفتها بشكل كبير. تجددت الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وأبطال المقاومة بمديرية الحشا في الضالع مسنودين بالجيش الوطني، حيث أفشلوا تسلل الميليشيات بالمواقع القريبة من سوق الطاحون. وشنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا من أماكن تمركزها خلف سوق الطاحون على مواقع الجيش والمقاومة بمنطقة دخلة وحبيل نعمة، مما اضطر أبطال المقاومة والجيش للرد على مصادر النيران وتم إسكاتها. ويخوض أبطال المقاومة والجيش معارك مع ميليشيات الحوثي في أطراف المديرية منذ 10 أيام في عدد من جبهات القتال، مكبدين الميليشيات خسائر بالأرواح والعتاد. تفقد المعدرات تمكن أبطال الجيش الوطني من تحقيق تقدم ميداني في المواجهات الدائرة مع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة. وقال مصدر عسكري أن الجيش الوطني سيطر على ما تبقى من سلسلة جبال الرشاحة والخط الأسفلتي المؤدي إلى آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرق صعدة، مضيفا أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بالمديرية، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تفقد اللواء ناصر علي نوبة قائد الشرطة العسكرية بالجمهورية مقر اللواء 163 مشاة بمنطقة سويدة بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوه، وطلع على الوحدات مشيدا بمستوى الانضباط والالتزام فيها. وخلال الزيارة التي رافقه فيها العميد الركن مبارك العلم ركن عمليات محور بيحان، حثهم على مضاعفة برامج الإعداد والتدريب القتالي والمعنوية، وأكد أن المؤسسة العسكرية المتينة هي التي يعول الجميع عليها لاستكمال السعادة وبناء المؤسسات الشرعية وتلبية آمال وتطلعات شعبنا اليمني في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وحماية الخيرات الشعبية والمكتسبات الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية وصولا إلى الدولة الاتحادية الضامنة للعدالة والمساواة. وكان في استقباله العقيد سالم حفران أركان حرب اللواء والعقيد هادي سعد أركان عمليات اللواء وجميع ضباط وأفراد اللواء الذين رحبوا بهذه الزيارة، مؤكدين مواصلتهم في مقارعة ميليشيات الحوثي حتى رفع علم الجمهورية على جبال مران. نظمت لجنة الإسناد والدعم الشعبي للجيش الوطني بمحافظة تعز مسيرة جماهيرية في المحافظة تؤيد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وتدعو إلى تحرير بقية محافظة تعز، وتحت شعار يد بيد نحو استكمال تحرير تعز. التفاصيل ونعائم خالد. في مسيرة جماهيرية من أبناء تعز بدأت من بداية شارع جمال انتهاء بمبنى المحافظة المؤقت، تجدد العهد والسير خلف قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي الرئيس الشرعي والذي انتخب عبر صندوق الانتخابات وبتوافق جماهيري سطره أبناء اليمن في جميع محافظاتها. ونحن من هنا من تعز نحيي فخامة رئيس الجمهورية الأخ عبد الرب منصور هادي بمناسبة ذكرى انتخابه وبالتوافق الوطني. فعلا أتت تركة كبيرة على عاتق رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على مخرجات الحوار الوطني والذي شاركوا فيه، ولكنهم انقلبوا وقتلوا وشردوا الكثير من أبناء تعز، وما زالت تعز على مدى 4 سنوات تعاني الحصار والحرب. ومسيرة تعز تؤكد على المطالبة في استكمال التحرير ودعم الجيش الوطني حتى دحر ميليشيا الحوثي وفك الحصار الجائر. اليوم تعز تجدد مطالبتها وتأكيدها بضرورة حسم المعركة مع ميليشيات الانقلاب من خلال استكمال تحرير المحافظة تهيئة لتحرير بقية الوطني بشكل كامل. اليوم تعز تعبر عن رفضها لحوارات لا جدوى منها مع ميليشيات لا تؤمن بالحوار، لغتها لغة البندقية، ولا يمكن حسم المعركة معها إلا بذات الأسلوب القوة التي ينبغي على الشرعية وعلى التحالف من ورائها أن يحقق دعما كافيا لمحافظة تعز وجيشها الوطني من أجل استكمال تحرير المحافظة. من تعز من بلد الحرية والكرامة دائما هي المبادرة في تأييد شرعية رئيس عبد الرب منصور هادي ومن أجل المطالبة باستكمال التحرير والانتصار على الحوثيين.
نعايم خالد، قناة عدن الفضائية التعز. بحث أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربو هشلة ناصر مع ضابط المشاريع في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس حسين عمر البيتي أوجه التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذها الوكالة في المحافظة، وذلك لضمان تدخلات ناجحة وتنمية مستدامة تخدم المجتمع بالصورة المنشودة، حيث أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بالدعم التنموي المتميز الذي يقدمه الصندوق الاجتماعي للتنمية والفعاليات التابعة له للمحافظة في العديد من القطاعات الحيوية. كما طلب الأمين العام الجهة الداعمة والمانحة للعملية التنموية في المحافظة على تعزيز تعاونها وتنسيقها مع قيادة السلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي للاتفاق على المعايير والأولويات المستهدفة من تدخلات التنمية أو التنموية التي تقوم بها الجهات الداعمة والمانحة بما يؤمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التدخلات وعدم تكرار تنفيذها في مناطق معينة دون غيرها داخل المحافظة. بتمويل من الصندوق الإنساني في اليمن دشن وكيل محافظة مأرب دكتور عبد ربه مفتاح مشروع توزيع المساعدات الإيوائية المقدمة من المجلس الدنماركي لدعم النازحين والذي يستهدف 500 أسرة في مديرية المدينة. مزيد من التفاصيل ومحمد الجداسي. لمحافظة مأرب الدكتور عبد ربه علي مفتاح مشروع توزيع المواد الإيوائية للنازحين هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا بتمويل من الصندوق الإنساني في اليمن وتنفيذ جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، ويستهدف المشروع 500 أسرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه المساعدات الإنسانية من المجلس الدنماركي لدعم النازحين في هذه الظروف الاصطناعية. أكد وكيل المحافظة بأن هذه المساعدات الإنسانية سوف تسهم في التخفيف من معاناة النازحين هنا في محافظة مأرب ومن مختلف محافظات الجمهورية، وأكد على أهمية ودور المنظمات الإنسانية في دعم النازحين. ندشن اليوم 500 حالا 500 أسرة من المواد الإيوائية للنازحين في عاصمة محافظة مأرب والمتضررين الذين تضرروا من الحرب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تحمل أي ذم. هذه اليوم المعونة مقدمة من المجلس الدنماركي للاجئين تنفيذ جمعية الإصلاح. إن اليوم ما نشاهده اليوم من ازدياد حالة النزوح إلى محافظة مأرب يتطلب من كل المنظمات المحلية والدولية أن تقوم بواجبها الذي يتطلب للأخوة ضيوفنا الأعزاء في محافظة مأرب هؤلاء النازحين الذين شردتهم حرب الميليشيا الإنقلابية من منازلهم. القائمين على تنفيذ المشروع الإنساني لتوزيع المواد الإيوائية أشادوا بهذه الخطوة للمجلس الدنماركي لدعم النازحين خاصة في محافظة مأرب التي تشهد كثافة نزوح من مختلف محافظات الجمهورية. ندشن هذا اليوم مشروع المساعدات الغير غذائية ومشروع المساعدات المواد الإيوائية المقدمة من المجلس الدنماركي للاجئين. هذه المساعدات تمت بناء على المسح الذي تنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالتعاون مع الصندوق الإنساني اليمني، فلهم كل الشكر والتقدير الإخوة في المجلس الدنماركي للاجئين وكذلك الصندوق الإنساني اليمن، وكذلك الشكر والتقدير للإخوة في السلطة المحلية على تعاونهم معنا. المساعدات والمعونات الغذائية والإيوائية تمثل أهم السمات الإنسانية لدى الفرد والمجتمع خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. افتتح وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري معرض السيرة النبوية وجمع الكلمة الذي تقيمه مؤسسة التنمية الشبابية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التراث التنموية ومؤسسة الشافعي للتنمية تحت شعار رسول الله قدوتنا ومنهجه يوحدنا. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. محافظ محافظة مأرب وسلطة العلادة نظمت مؤسسة التنمية الشبابية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التراث التنموية ومؤسسة الشافعي للتنمية
معرضنا للسيرة النبوية وجمع الكلمة تحت شعار رسول الله قدوتنا ومنهجه يوحدنا. افتتاح تدشين معرض السيرة النبوية وجمع الكلمة، هذه الطريقة الجديدة لعرض السيرة النبوية وأحداثها، يعني الوقوف على تفاصيلها بطريقة حديثة قريبة سهلة ميسرة للمشاهد. هذا المعرض يجسد في المجتمع حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والاستفادة من سيرته من مولده إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. المعرض عبارة عن لوحات فنية توضح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته وكل حياته. أيضا هناك مجسمات توضح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وكل ما يهم سيرته وصلوات ربي وسلامه عليه. يشمل المعرض محاضرات توعوية وعلمية حول السيرة النبوية، وأيضا لوحات تعريفية بالغزوات والتاريخ الإسلامي. هنا جميعا أن نحضر هذه الفعالية الكبرى، فعالية السيرة النبوية العطرة. هذه السيرة منهجنا الإسلامي الذي اهتدينا به ونهتدي به. يمثل هذا المعرض أهمية كبيرة لتعريف عامة الناس بمآثر السيرة النبوية وتفاصيلها العطرة ليغتدي المجتمع بها وأخذ منها العبر في حياتنا كسلوك وممارسة. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. تم بمحافظة مأرب التوقيع على عقد اتفاق بين الشركة اليمنية للغاز وغرفة العمليات المشتركة بالجمهورية لنقل وتحميل وفحص القاطرات. مزيد من التفاصيل ومحمد الجداسي. جهود مبذولة من قبل الجهات المعنية لإيصال مادة الغاز المنزلي إلى جميع المواطنين في محافظة الجمهورية. تم هنا بمحافظة مأرب التوقيع على عقد اتفاق بين شركة اليمنية للغاز المنزلية وغرفة العمليات المشتركة بالجمهورية. وقع العقد عن شركة اليمنية للغاز محسن مهيطة وعن غرفة العمليات المشتركة رئيس القرفة وكيل أول محافظة دمار محمد عبد الوهاب معوضة. تقضي بنود العقد على العمل في التحميل والفحص للقاطرات من نقطة الفلج إلى نقطة الزاحم بمديرية الجوبة هنا بمحافظة مأرب بقيادة قائد المنطقة الأمنية العقيد علي الفرزعية. أكد القائمون على تنفيذ الخطوات التنفيذية ذات الأهمية على ضرورة إيصال القاطرات والحد من تهريبها. سوف نقوم، سوف يقوم الأخ محسن بفحص أي مقطورة تأتي إلى المنطقة هذه لتأكد من وجود الغاز. أي قاطرة لم تعبر من هذه النقطة تعتبر مخالفة، سيتم تطبيق العقوبات عليها. أي محطة تستقبل لأي كمية غير خاصة بها سوف نقوم بإيقاف المحطة. نحمل مسؤولية ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة في مصادرتها المقطورة رقم 2494 المخصصة لمحطة سنبان، وهذه تعتبر مخالفة في 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 حق المواطن يعني من الجانب الإنساني في مصادرة قوتها اليومية. كجهات أمنية على إيصال مادة الغاز إلى المناطق التي تقع في تحت سيطرة الحوثيين لا يعنينا شيء التفرقة، ونبشر أهالينا أن نحن نسعى في 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 حزم هذا الموضوع بحيث أنه ما تم توزيعه إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أن تصلهم هذه المادة لا يعنينا شيء أو تفرقة أو نريدهم أن يعانوا في 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 هذه المادة. احنا نقوم قاموا اليوم بتسليم أوامر التحميل لدينا في هذه النقطة لكي نسلم كل مقطورة أمر تحميلها بعد أن يتم فحصها والتأكد منها لمحملها بالغاز أو قد صرفوا إلى جهة أخرى. تعمل الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التلاعب بمادة الغاز المنزلي كونها أيضا تمثل أهمية كبيرة لكل مواطنينا في اليمن وعموم محافظات الجمهورية لما لها من أهمية في هذه الظروف الاستثنائية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.
دشن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت جمال سالم عبدون فعاليات أنشطة الفصل الدراسي الثاني للمدارس والمجمعات المسائية ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين وثانوية المكلة النموذجية للبنات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والخاصة على مستوى المحافظة التي تستمر يومي السبت والثالث والعشرين والأحد الرابع والعشرين من فبراير الجاري. وتستضيفها قاعات مكتب التربية بالمحافظة ومجمع بلقيس وثانوية السعد العامرية للبنات من مكلا. وخلال جولته تفقدية على قاعات المسابقات الختامية شرع عبدون إلى أن هذه المسابقات تأتي ضمن الخطة السنوية العامة للأنشطة التي تتوزع على فصلي العام الدراسي، مؤكدا على أهمية هذه الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرص لتقديم ما لديها من إبداعات ومهارات وقدرات اكتسبوها أثناء رحلتهم المدرسية أو الدراسية، منوها إلى أن هذه الأنشطة المسابقاتية تحتوي على 33 نشاطا منها المنهجية والثقافة العامة وحفظ القرآن الكريم وفقرات الطابور الصباحي والإنشاد الفردي وفن الإلقاء والقصة والشعر الفصيح والعامي والمشهد المسرح والمشهد المسرحي واللوحة الثلاثية وغيرها من المسابقات. اطلع مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي على الأعمال النهائية في تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة الكسارة. وخلال الزيارة استمع اليزيدي من القائمين على المشروع إلى شرح عن نسبة إنجاز العمل فيه والبلغ 90% والذي يتضمن تركيب أنابيب بلاستيكية جديدة ذات قطري 9 إنش بطول 350 متر. وأكد اليزيدي إلى أهمية المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 50 منزلا والاستغناء من غرف تفتيش الراشحة البيارات للحد من طفح مياه الصرف الصحي والتلوث البيئي، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تفقد مدير عام مديرية ردفان العميد الركن صالح حسين سعيد ومعه مدير مكتب الزراعة بالمديرية أحمد محسن سير العمل بمشروع صيانة مداخل قنوات الري بمنطقة الربوة العليا الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من منطقة الأغذية والزراعة الفاو بتكلفة 42 مليون ريال يمني، كما اطلع على احتياج المناطق والأدوية الزراعية بل الأودية الزراعية بالمديرية التي تضررت نتيجة السيول التي حدثت في العام الماضي. رافق مدير عام المديرية في هذه الزيارة كل من مدير صندوق النظافة الشيخ ثابت محسن القطيبي ومدير مكتب الصحة أوسان فضل علي والقيادي المجتمعي رائد شعفل وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية. أقامت جمعية صناع السلام بأبين لقاء توعوي بمدينة شقرى الساحلية عن خطورة ظاهرة إطلاق العير النارية في الأفراح والمناسبات وكيفية إنهائها. وفي افتتاح اللقاء توعوي ألقى رئيس جمعية صناع السلام بأبين بدر أحمد ناصر المرقشي كلمة أشار فيها أن هذه الأنشطة تهدف إلى التوعية بمخاطر إطلاق العير النارية في الأعراس والمناسبات المختلفة وما تتركه من ضحايا بريئة وخوف ورعب للأطفال والنساء وعامة المجتمع، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لوضع حد لهذه الظاهرة المقيتة والمكروهة. من جانبها ألقى نائب مدير إعلام أبين كلمة أكد فيها على أهمية التوعية بمخاطر حمل السلاح في المدن وإطلاق الأعيرة النارية التي تبدد سكينة المجتمع وما تتركه من ضحايا هذا. وقد قدمت مداخلات أكدت على توسيع التوعية والإرشاد وإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة. بمحافظة شبوة دشن موسم الحصاد حصاد القمح المحصل لهذا العام والذي تم زراعته في 10 حقول إرشادية بمديرية بيحان في إطار مشروع صمود سبل العيش. وتنفذ المشروع منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة والري ومكتبها بالمحافظة وفي 3 من مديرياتها.
في الخبر الأخير، اختتمت في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة المحبة والسلام للدراجات الهوائية للمحافظات المحررة التي أقيمت برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نائف البكري وتنظيم اللجنة الفنية للاتحاد العام للدراجات الهوائية وإشراف قيادة اتحاد اللعبة وبمشاركة أندية الوحدة والشعلة والجلاء من عدن والمكلا من ساحل حضرموت وخنفر من أبين وشرارة لحج والرشيد تعز والبرق وادي حضرموت ونصر الضالع. وفي ختام البطولة توج لاعبو وحدة عدن بكأس بطولة الشهيد صالح الزنداني والمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني لاعبو نادي البرق بوادي حضرموت وحل ثالثا لاعبو نادي خنفر أبين. وفي ختام البطولة قام الإخوة وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة ونادي عبد الله وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة ومستشار وزير الشباب والرياضة عبد الحميد السعيدي ورئيس الاتحاد العام للدراجات الهوائية محمد عيدروس ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة أبين أحمد الراعي، كما تم تكريم صاحب المركز الأول في سباق 22 كيلو للشباب لاعب وحدة عدن عمر خالد بكأس المركز الأول، وتكريم صاحب المركز الأول في سباق 30 كيلو لاعب نادي البرق حسن أحمد باش هيرت بكأس المركز الأول، ولاعب نادي الشعلة عمر محمد عامر بكأس أكبر لاعب في البطولة، كما كرم لاعب نادي الشرارة عبد القادر أفاق بكأس أصغر لاعب في البطولة. نحن اليوم ندشن أو نختتم بطولة المحبة والسلام للدراجات والتي تقام تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة وبإشراف الاتحاد العام للدراجات. وبالفعل لاحظنا هذه المرة بأن الكثير من الشباب الجديد الذي شاركوا في هذه البطولة وأثبتوا بأنهم قادرين على التطور والاستمرار والنجاح. التوفيق والنجاح للجميع بإذن الله، مع تفعيل البقية المناشط التي نتمنى أن تحظى بالرعاية والاهتمام. بالنسبة للبطولة طبعا هي تقام في ظل اهتمام الوزارة من قبل الأخ الوزير بأن تقام فعاليات لبطولات المحبة والسلام ومن ضمنها بطولة الدراجات، والتي نظمت خلال هذه الفترة من 21 إلى 22 فبراير، وكانت نتائجها مثمرة واكتشاف لاعبين لم يكن نتوقع أن يكونوا بهذا المستوى، لكن الحمد لله كان المستوى رائع وتفاعل الجميع والجهات المساعدة من وزارة، من جهات أمنية، من جهات إعلامية، وهذا يدل على حب الناس وحب الجهات هنئنا لكل الأندية حصولها على المراكز الأولى. إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار، أعود وأذكر بها ما جاء في النشرة من أنباء. رئيس الجمهورية يصل جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب مدينة حرض ويكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الميليشيات في حجور بحجة، ومقاومة الحاشا في الضالع تفشل تسلل الميليشيات. انتهت نشرة الأخبار، قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. دمتم بخير دائما، إلى اللقاء.